وللتعليق على هذين الموضوعين انضم إلينا هاتفيا من دبي المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الطريفي. سيد عبد الرحمن، بداية، خفض البنوك المركزية في دول الخليج معدلات الفائدة بمقدار 0.5% اتباعا لما انتهجه الاحتياطي الفيدرالي، كيف تقرأه وإلى أي مدى كان هذا القرار صحيحا في هذه الظروف الدولية وخاصة مع تفشي كورونا؟ أهلا بك، مساء الخير. أنا برأيي كما تعرف أن أسعار العملات الخليجية كاملة ما عدا الكويت هي مرتبطة بالدولار، فأي خفض أو أي رفع في الفائدة يجب عليها هذه البنوك المركزية أن تخفض أو تتماشى مع بنك الفدرالي الأمريكي، أي أن جميع الأسواق الخليجية باستثناء الكويت ما عدا الكويت قامت بخفض حوالي 50 نقطة أساس، أي ما يعادل حوالي 0.5% في الفائدة. هذا من ناحية، وناحية أخرى كما نعرف أن هذا أيضا يؤثر على ربحية البنوك، لكن يؤدي إلى عملية استثمارات جديدة واستثمارات كبيرة، خاصة أن هناك نوع من التباطؤ الاقتصادي خاصة في القطاع العقاري في دولة الإمارات. كما نعرف القطاع العقاري أثر تأثير سلبي على أسواق المال، وهذا يؤثر على عملية البنوك، لأن البنوك لديها مبالغ كبيرة جدا في الاحتياط وفي الودائع، فتحتاج إلى هذه الاستثمارات، وبخفض الفائدة يؤدي إلى خفض من ربحية هذا البنوك. طيب، على الطرف الآخر، خفض الفائدة يؤثر ربما إيجابا كما يرى البعض بالنسبة للبورصات التي تستفيد من هذا الخفض في معدلات الفائدة، فلماذا انخفضت بورصات الخليج يعني بعد ساعات من هذا القرار كما حدث اليوم؟ يا سيدي، أنا كما تعرف أن أسواق الخليج ككل منذ 15 يناير ولغاية الآن هي في عملية تراجع، لأن كورونا يؤثر تأثير سلبي كبير جدا. انظر ماذا حصل منذ بداية هذا الأسبوع، يوم الأحد أسواق في دولة الكويت يعني تجمدت، وكان بالفعل انخفاض كان حوالي 10 في منطقة في دولة الإمارات، انخفضت انخفاض كبير جدا. انظر الى سوق ابو ظبي وسوق دبي. انخفضت منذ بدايه الاسبوع لغايه الان، انخفضت في سوق دبي حوالي 5.3% منذ بدايه الاسبوع، وكذلك ايضا سوق ابو ظبي بعد ان امتد بعض الشيء. يعني اذا حتى الان تاثيرات كورونا تفوق اي تاثيرات ايجابيه يمكن ان تدفع بورصات الخليج الى الارتفاع. اشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الطريفي، كنت معنا هاتفيا من دبي.